أنا أسأل ما يريد. نعم، هل هذه الحرية التي أنت تعتبرها هو نتاج العملية السياسية الجديدة، هل هذه الحرية منتجة أنتجت شيء، أم أن هذه الحرية في بعض الأحيان يتم التصدق بها على الناس أو على الإعلام أو حتى على القوى المعارضة أو حتى على القوى التي تطالب بحقها، فمرة يقمع المتظاهر يقتل، ومرة يحاسب صاحب الرأي على تغريدة قد يكتبها، ومرة قد يقتل من خلال الميليشيات التي موجودة. وهذه الحرية أيضا ليست ثابتة، يعني تثبتها القوانين. أستاذ عزت، يعني الحرية حينما لا تحدد بضوابط وبقانون طبعا قد تكون هي سيف ذو حدين، حد نافع وحد ضار. يعني صحيح احنا انتقلنا من الكبت يعني المرعب في فترة نظام صدام حسين إلى فترة أخرى فيها حالة من خليني أقول من الانفلات بكل صراحة. يعني هذا الانفلات وصل مديات يعني تقتل فيه الفضيلة وتقتل فيه الآمال والأمنيات، لأنه أتيح الكلام لمن هب ودب وبدون حدود، وأصبح كل عراقي يستطيع أن يشتم ويسوب ويستطيع أن يقول ما يريد ويصف الآخرين بما يريد، ولا يميز بين انتقاد الشخص وانتقاد الفكرة. ويعني الحرية أخذت مديات خارج حدودها وخارج مدياتها الطبيعية، ولكن لحد الآن هذا أمر طبيعي. إذا لم نجرب الحرية حتى في مدياتها الخاطئة لا يمكن أن نعود إلى الوراء قليلا ونتسالم ونتعارف على الحدود المألوفة للحرية، وبعدما نتسالم ونتآلف ونتعارف على الحدود الطبيعية للحرية يأتي دور القانون كي يضبط هذه الحدود ويحاسب على أساسها. أما قمع المتظاهرين أو أحياناً على تغريدة، هذا يحصل حتى في بلد هو مضروب المثل فيه في الحريات والديمقراطيات. يعني هذه التظاهرات التي حضرتك تعنيها أن المتظاهرين ضربوا وقتلوا، أنت تعلم وأنا أعلم أن هذه التظاهرات تخللها واخترقها كثير من الأطراف السياسية التي لا تريد بالمتظاهرين خيرا أصلا. نعم. ولا تريد أن تمضي معهم حتى بأهدافهم. ولذلك أنا قلت وأقول على شاشتك المحترمة أن تشرين بدأها المظلومون والموجوعون، ولكن ابتلعها الفاسدون والظالمون. هذه حقيقة، لأنها اخترقت من بواكير أيامها، فهذا لا يضرب مثلا.